انتهت أعمال التنقيبات للموسم الماضي خلال الشهر الماضي والشهر الذي قبله بسبب دخول موسم الأمطار، حيث انسحبت كافة الباثات من المواقع التنقيبية وتم تغطيتها بشكل علمي، وأهمها هي بعثة جامعة بنسلفانيا التي نقبت في موقع نمرود الأثري خلال الشهر الماضي، كذلك بعثة جامعة هايدلبرغ وبعثة جامعة بولونيا الإيطالية اللي قاموا بتغطية المواقع التنقيبية بسبب دخول موسم الأمطار. فيما يخص قلعة باش طابية وقرى سراي، أيضا هنالك متابعة من قبل معالي وزير الثقافة والسياحة والآثار لغرض رصد المبالغ اللازمة لإعادة تأهيل الموقعين المذكورين قرى سراي وباش طابية، كونها تقع على الواجهة النهرية وبمستوى واحد، وتأهيل المنطقة المحصورة ما بين هاي المنطقتين سياحيا. أما فيما يخص البيوت التراثية العائدة إلى الهيئة العامة للآثار والتراث، فقد تم الانتهاء من أعمال صيانة بيت سليمان الصايغ، إضافة إلى الوصول إلى مراحل متقدمة جدا في بيت التتنشي، يعني المراحل تقريبا شارفت على الانتهاء من أعمال البيت. كذلك تم الانتهاء من أعمال الفيز الثاني ببيت زيادة، ننتظر الدعم من منظمة أليفة الدولية لغرض استكمال ما متبقي في الفيز الثالث للعمل في بيت زيادة.